السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة ألمى محمد حسين من الصف الثاني باء من المدرسة العالمية الخاصة قسم بريطاني. اليوم سألقي عليكم قصيدة الخنساء في رثاء أخيها صخر. عينا يا جودة ولا تجمدا، ألا تبكين لصخر الندى؟ ألا تبكيان الجريء الجميل؟ ألا تبكيان الفتى السيدة؟ طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمردا. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا. يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا. ترى المجد يهوي إلى بيته، يرى أفضل الكسب أن يحمدا. وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى.